يلا بقى قوم يلا يلا هيقفلوا المكان علينا. غريب قوي كل يوم فيديو جيم كل يوم فيديو جيم. ده انا نفسي اجيب واحده من دول عندي في البيت يا اخي. زكي ايه الحق قطع طريق. قطع طريق يعني ايه؟ بيشتغلوا ايه يعني؟ بقول لك قطع طريق بلطجيه يعني. بلطجيه. طب تعالى تعالى. انت هتعمل ايه؟ ما تخافش. بص يا سيد انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها بالظبط. ماشي هتعمسها يا عكبتين. اسم النبي حرصك وساينك وضمنك ياد لامك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران. هو في اطعم منك؟ ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا سيد امك. طب ايدك بس ايدك تحت شويه كده عشان جاكيتك جديده. ها شفت يا سيد؟ ايوه كده. ولا لازم الواحد يرخم عليكم يعني؟ طب اقلع الجاكيته الجديده يا علوم. على فكره انت كنت هتوقعني. ها ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. وهات الجاكيته الجديده. هاي هات الجاكيته. حاضر. على فكره دي فيها صورتي وانا صغير. ها حلال عليك تتربى في عزك. والمنطلون كمان؟ لا المنطلون بقى لا. البنطلون خلص. طب ما يعني اديني فرصه يا يعني اتخانق معاك يعني واتلامط. الله ما دي مش اصول خناقه بقى. الله خلص يا انا بقلع اهو يا عم. بس على فكره عيب 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 قوي اللي بيحصل ده. احنا ولاد منطقه واحده وانا ساكن في الدور الرابع هنا. ها بقول لك انجز. حاضر يا عم حاضر. بالراحه شويه اهو. ادي البنطلون اهو اهو. ولو انه مش ماسك. وانت يا امور يا نايتي ما تقلع ولا مستني لما اجيب الدره تقلعك. انا مش نايتي يا زكي. انا مش نايتي. لا انا ماشي انما سيد النايتي لا لا سيبهولي انا. يا سيد انا مش قايلك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط يا سيد. اقلع القميص يا. هو انت كنت بتقول لي ايه؟ يا سيد امك. شكرا يا سيد امك. اخلص واقلع البنطلون. لا البنطلون لا. ايه ده انت رابط البنطلون في وشك ولا ايه يا سيد؟ اتفضل سيادتك. ثواني ثواني بس ما اجيب بقيه الحاجات. معلش اخرناكم. خور العيال دي لبسهم بدله التشريفه. لا ما تسيبهمش يروحوا مصر كده. وبعدين يا شيخ وحات النبي خد بالك من الواد ده اصله شقي قوي وعاجبني. شكرا. شفت عجبته؟ تاني مره بسمع كلامي. ها بسرعه والنبي يا ريس بقى لحسن انا بردان قوي. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه ده؟ أنت كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني؟ تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني لا عشان لا. ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبنة ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبنة؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ولا مبسوط مبسوط. هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام بابا اهدى شويه. حرام عليك. ارحل خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف. يا ابني تعالى تعبتني. طب تعالى بس هفهمك يا بابا بقى. خد يا زكي. هفهمك قلبي ايه يا بابا؟
قلبي. يا بابا مالك؟ قلبي يا بابا مالك؟ انا شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا مكار، عرفت ان انا هقدر امسكك؟ هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا اقف هنا، قلت لك اقف، قلت لك كده تكون بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي يعني؟ كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا قليل ادب؟ بتهزر؟ تعالى يا قليل انت، يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني؟ تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله الا التفاح يا بابا. لا 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 انت هتشلني يا قليل انت. انت هتشلني بقى يا بابا. يا ادب ايه يا بابا مالك؟ صوتك جاي من اخر العماره ليه؟ تعالى يا جمال يا ابني شوف الزفت اخوك. خلاص يا بابا، ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ يا ابني انا محدش ضربني، انا ما اتنقلتش من هنا، ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده ناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال، لا تروح تجيب ناس تانية. بلاش اخويا، ازاي يتضرب وعين على وش الدنيا؟ طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. يا حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز، واخد عينه هو. سالم، صباح الفل. سالم، صباح بنكشك يا سالم. طيب ايه، هتضل لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله، ليه يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان يعني؟ ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود ونقل ده. ايه ده؟ لا، مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي، والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي، ملاك نايم وسط الزبالة. في كده، في كده. وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام و في بيت عقلك؟ ايه ده؟ كنتش نايم بنوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضرها كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا، دلوقتي سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. هو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد. قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا، ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ايه؟ ليه؟ ارحمني. يلا اتفضل قوم. اتفضل قوم. بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ يا انت بتتصرف في الادراج؟ امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب. في ديلك هتلاقيه، في ديلك. طيب يا اخوي. على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني،
لا سيبك من مراد دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ليه ده العيش بقت ليه كده؟ ده فول ده حش ماشي، جبنه مربى نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هما واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كلها كده الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله ايه ده؟ طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك، طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعة عمالة تقولي ثانية واحدة، هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسود السجاير. يومين كمان. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم، طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كل الطب. قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض، ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. انا متاخر كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي.
المنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه، سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض، يعني قمت موريهم الرجوله ازاي. انا يا باشا انفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه، انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل اللي على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ابني ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصلوا طلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره فيها عدد، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاسه او الكاسه. مين ده؟ انا. انت؟ في الاوضه عندي في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفد منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سلام سلام. اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس. عصبي من عمايلك فيا. بس انا عصبي يا واحده شويه. مش عارف عصبي ايه ده؟ شويه تعبتني تعبتني. ايه تعبتني؟ ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد ده؟ جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله رياض؟ اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني؟ دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا يا بابا يا بابا. انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا مش هسيبك يعني. مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعالى هنا. ايه يا زكي؟ انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ حلو يا اخي اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا ايه؟ ويترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما انت قعدت تقولي اوعى من وشي. يا بابا يا بابا. الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش حاطط. خلاص خليك خليك يا اخوي. حطمت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايزك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. وابع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا
قررت بسبب مشغوليات الكتيرة اني اجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. ايه يا بابي؟ انت هتتجوز ولا ايه؟ حد جاب سيرة الجواز؟ انا بقول في امور كتيرة لازم تتصلح، وده بيتطلب ان يكون في حد معاكم جوه البيت بره البيت. بره البيت اكتر من جوه البيت، يعني في العربية في النادي. اظن الكلام بتاعي واضح. يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري، خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنات افيلابل ناو، يو كان كم اجين. اوكي، ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد. ما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك بالنسبه كده تمام. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجه؟ أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة. طيب مش كنت تقول كده؟ أنا رايح النادي، يلا يا عمر. الحق معهم يا زكي، معهم. طبعا. اسمع، شيرين، شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة، أنت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبة لعمر، أسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. طيب اطمن حضرتك، انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري، عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم. بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد. طمن. في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير في الكرسي في الدولاب في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفلل. وطوبه مش عاديه دي، طوبه مصبوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشغل ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ احول هتحضر ماجستير في عالم المخدرات؟ انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت؟ تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم ده؟ انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحيه اطمن يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا معافيه. بقول لك اي الم. انت كده هتروشني يا مسالم. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوزه. انا عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفت بينط من بلكونة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. شيتك منين يا زكي؟
ايه يا جماعه صوتكم عالي؟ خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجه. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال الناس زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحه امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعه. زكي زكي ايوان الحق يا زكي ايوان اطلع بسرعه، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مين ده؟ شوفي زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. حرامي اوعى اوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. ما أنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ تضربني؟ تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شفنا جرام بروبلام كاسك الياه. عندك مزروع في الجنينة. انا هروح اشوف سكينة النول لكون فلوس ضارب ولا حاجة. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني هو انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك. اخويا يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشتك. ابوسه وانت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يالا. بس ايه في ده؟ كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 يا في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، اقفلهم لباكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي. دي كده خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه. اتنطط يلا يا اخويا. يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي على قفل المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافاه عملها لك خير ربيه علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجه زي كده يا جماعه. ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجه بسيطه، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعه. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟
انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصلا انا عندي اخت كبيره على وش جواز وامي ست كبيره ما بتشتغلش. امك؟ امي ايه؟ ما ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينة ومضروب كمان. ابوك؟ هو ايه يا سالم؟ هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني، بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش خلاص ازيك اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا بحبك. عن اذنك يا خير ربي هروح الحمام لحسن تعبان قوي هموت، لو استنيت اكتر من كده هنقط في كل حته، قصدي هجيني فوق طول واقف. عن اذنك. يا اخير يا قليل ادب. هفهمك فهمني. طب ده انا هقتلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون. انا اجني منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هقتل نفسك. يا خيرت بيه. يا خيرت بيه. خد تعال خد تعال اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال 11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطله جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا. زكي جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازايز خمره الباباك العربيدي اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. خلاص بقى بابا انت كل شويه هنقعد نجري. بص عليك. اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي، كل مستلزمات دي. شويه حاجات اهي يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على التلاجة. شفت انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص يا بابا دي عشانك. ايه ده؟ عشان مين دي؟